قبل الحديث عن الوضع السياحي بالمغرب، لابد من الإشارة بشكل عام إلى أن السياحة أصبحت تكتسي مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي بشكل عام، بل وأصبحت يعني الركيزة الأساسية لاقتصاديات العديد من دول العالم، بحيث كنا نتحدث سابقا عن المؤهلات السياحية، ما الآن أصبحنا نتحدث عن المنتوج السياحي وعن صناعة السياحة وما إلى ذلك من مصطلحات يعني مستجدة. بالنسبة للمغرب فقد عرفت طفرة سياحية حقيقية تبعث صراحة على التفاؤل، وسجل أرقام قياسية في حركة السياحة وعائداتها، وهذه القفزة النوعية والكمية على وجه الخصوص تم تسجيلها خلال العام الماضي أي في سنة 2023، وهو الأمر الذي يشكل دفعة للاقتصاد الوطني يعني الذي يعاني من صعوبات بسبب الجفاف المتوالي وبسبب نكبة الزلزال الأخير. في هذا الصدد أعتقد حسب آخر بيان لوزارة السياحة يعني تجاوزت عائدات السياحة 10.5 مليار دولار خلال سنة 2023، وهذا رقم يعني يتم تسجيله لأول مرة في تاريخ المغرب. هذا الرقم القياسي على مستوى العائدات جاء كنتيجة طبيعية لاستقبال المغرب لعدد قياسي من السياح في نفس السنة اللي ربما فاق 14 مليون سائح. إذن في ظل إكراهات الجفاف والقطاع الفلاحي، فإن هذه الأرقام تؤكد مكانة القطاع السياحي كواحد من أكبر مصادر العملة الصعبة، كما تؤكد أيضا أن الرهان على السياحة هو رهان في الحقيقة رابح لتحقيق التوازن الاقتصادي والرفع من مؤشر أو معدل التنمية البشرية. من جهة أخرى، لا تقتصر فائدة السياحة على الاقتصاد الوطني في العملة الصعبة، بل إن الإنفاق السياحي يساهم يعني في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة بما يحتاجه مثلا من سلع وخدمات. نذكر على سبيل المثال الصناعة التقليدية، قطاع النقل، اللوجستيك، المطاعم وغيرها، يعني من القطاعات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسياحة. من جهة أخرى، يعني يمكن للمغرب التحكم في مساهمة السياحة من خلال مداخيل الإيرادات الضريبية السياحية. أيضا يمكن للسياحة أن تساهم في مجال التشغيل وخلق فرص عمل، لأن الأنشطة السياحية تؤمن عمالة وطنية مباشرة تتمثل مثلا في العاملين في شركات السياحة وفنادق، الشقق المفروشة، المواقع السياحية، المرشدين السياحيين، ويمكنها أيضا يعني تأمين عمالة وطنية غير مباشرة تحققها مثلا القطاعات الأخرى مثل قطاع الزراعة والصناعة الغذائية وقطاع البناء والتشييد إلى آخره. في الختام، يعني لابد من الإشارة للرهان أو التحدي الذي وضعه المغرب في مجال السياحة، ألا وهو تحقيق 12 مليار دولار في أفق 2026 واستقبال حوالي 26 مليون سائح في أفق 2030. طبعا كلنا أمل في ربح الرهان وتحقيق يعني هذا الهدف المنشود أو المسطر في خارطة الطريق السياحية بالمغرب.